إمبراطور الزملكاوية وثعلب الفريق الأبيض. إنه حازم إمام نجم الزمالك الأسبق الذي أتى اسمه ضمن قائمة المعينين في مجلس النواب. حازم إمام من أسرة كروية، ولد عام 1975، فهو ابن الراحل حماد إمام وحفيد الحارس يحيى إمام لاعبي الزمالك المعروفين. بدأ مسيرته الاحترافية بنادي الصيد في القاهرة قبل انتقاله لنادي الزمالك ثم إلى أوروبا، والتحق حازم إمام بنادي أودينيز الإيطالي في صيف عام 1996 بعد أن تم اختياره كأفضل صانع ألعاب في إفريقيا. بعد البداية الجيدة مع النادي الإيطالي أصيب حازم إمام إصابة أدت إلى ابتعاده عن الملاعب لبقية الموسم، وقد عانى من قسوة الحياة في إيطاليا بسبب صغر سنه. وبعد أداء حازم إمام الرائع في نادي الزمالك والمنتخب الأولمبي، اختاره المدرب رات كرال مدرب المنتخب المصري في ذلك الوقت للانضمام إلى صفوف المنتخب، حيث لعب أول مباراة له ضد جنوب إفريقيا عام 1995، وكان أحد العوامل المؤثرة في فوز منتخب مصر بكأس الأمم الإفريقية عام 98 في بوركينا فاسو. شارك حازم إمام في فوز نادي الزمالك بثلاثة ألقاب: دوري مصري ولقب كأس مصر ولقبان كأس السوبر ولقب بطولة دوري أبطال إفريقيا. وفي 25 من مايو من عام 2008 قرر إنهاء مسيرته الكروية الطويلة واعتزال كرة القدم، ودخل مبنى الجبلاية عضوا في مجلس إدارة اتحاد الكرة، وكان له دور بارز يكمل به مسيرة والده حماد إمام. واستقال الثعلب عام 2019 بعد خروج منتخب مصر من أمم إفريقيا التي أقيمت في مصر.